صراحة أنا فرحانة بزاف من اللي شفت جلالة الملك محمد السادس نصره الله دار اللقاح، وحتى حنا إن شاء الله غادي نديروه ونتمناو نرجعوا لحياتنا الطبيعية كيف ما كنا من قبل وحسن كاع. أنا مستعد ندير اللقاح ملي سيدنا دار اللقاح، كاع غنوصيو وليداتنا وجيراننا وصحابنا إن شاء الله. عاش الملك. فرحت بزاف من جلالة الملك محمد السادس دار هذا اللقاح، وكنتمنى إن شاء الله يتحيد هذا الكوفيد. مستعدة ندير اللقاح، وخصوصا ملي شفت صاحب الجلالة محمد السادس دار هذا اللقاح. شخصيا إحساسي زاد نفرج ملي صاحب الجلالة دار هذه المبادرة هذه، وأنا شخصيا ملي غيدخل اللقاح يعني فوق ما تمت الفرصة، أنا هو الأول اللي غندير اللقاح. وتنصح جميع المغاربة في المغرب وخارج أرض الوطن ياخذوا العزيمة ديالهم ويديروا اللقاح. الأول الناس كانوا تيقولوا بأن اللقاح 50% ممكن ينجح، ولي سامبتوم ديالو ما معروفين شيء، ولكن الحمد لله ملي شفنا ان صاحب الجلاله محمد السادس دارها، ويعني صافي يعني فوق ما جات الفرصه بسم الله. احنا كنا متخوفين، ولكن هاد الصوره هادي عطاتنا فحال نقول واحد البوش ولا واحد الكوراج باش كلشي يدير اللقاح ان شاء الله، سواء فاس سواء في المغرب كامل ان شاء الله. في الاول كنت خايفه، ولكن دابا ملي شفت صاحب الجلاله انه دار لقاح ما بقيتش صراحه متخوفه. مبادره زوينه باش حتى الشعب ولاد الشعب حتى هما يديروا المبادره، حتى هما يضربوا الفاكسين باش ان شاء الله من بعد يتحيد علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله بحوله. اللي ما كيعرفش بنادم واللي ما سولش فيها او ما بحثش فيها راه عاد ان يقول لك راه خايبه او بقى كيهضر. حنا كامل الحاجه اللي ممكن نكون عندنا ما كنكونوش عارفينها، كنبقاو شاكين فيها، حقا راه غادي تضرنا، حقا هادي صافي. هادي صورة كتعطيك واحد الاطمئنان، كتعطيك واحد الراحة باش الواحد توكل على الله ومشي تاوي يضرب الفاكسين ديالو باش الأمور ترجع للمجاري ديالك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.